اهلا بكم، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا استاذ عفيفي. عفيفي طبعا صديقي ورفيق كفاحي في هذا البرنامج الرائع، فانا بقول له كل سنه وهو طيب. و2013 بدات تخلص. انا جايب عفيفي النهارده عشان اشرح عليه حاجه بسيطه جدا جدا. في الاورام مثلا بتلاقي ورم بيطلع من الغده من الرئتين، اسمه برونكوجينيك كارسينوما، ورم من الرئتين او ورم من الكبد. الكبد اتسرق من زمان، الكبد اختفى في ظروف غامضه هنا، بس في كبد المفروض في عفيفي. الكبد دوت زي الهيباتوما، سواء ده او ده، الاورام بتاعه الاورام السرطانيه ساعات بتعمل حاجه خبيثه جدا. الورم طبيعي بيضغط، بيبعت اجزاء منه بيسموها ميتاستاسيس، اللي هي اجزاء بتنتشر يعني. لكن ساعات الورم يعمل حاجه غريبه جدا، يفرز هرمونات. الورم يفرز هرمون، والهرمون ده ما بيبقاش هرمون، بيبقى ماده كيميائيه شبه الهرمون. فالورم لما بيفرز هذه الماده الكيميائيه اللي شبه الهرمون يدي اعراض الخلل الهرموني. فتلاقي مثلا الورم اللي طلع من الرئتين ده يطلع ويعمل افرازات، يطلع ماده كيميائيه تعمل افرازات، الافرازات دي تبان كانها نشاط في الغده الدرقيه. او الكبد يفرز الورم بتاعه يفرز هرمون او يفرز ماده كيميائيه زي الكورتيزون، شبه الكورتيزون، فتبان كانها كوشنج. فتلاقي الانسان بدات تظهر عليه اعراض نشاط الغده الدرقيه، من عدم نوم وضربات قلب سريعه ورعشه في الايدين وهو الى اخره. وفي الكبد، ورم في الكبد يعمل اعراض شبه الكوشنج، يطلع كورتيزون، فتلاقي الانسان وشه يدور وضغطه يرتفع، وبرضه ممكن تلاقي فيه استرايه، تلاقي خطوط حمراء. صح ان الاعراض او الشكل ما بيكونش تيبيكال الشكل بتاع الكوشنج، والتاني ما بيكونش تيبيكال الشكل اللي هو مثلا افراز هرمون الغده الدرقيه، ما بيكونش بالظبط شبه النشاط الغده الدرقيه، بيبقى فيه تشابه لكن فيه نقاط اختلاف، بس ده مش علينا دلوقتي اللي هنقوله. لكن ده نوع من الخبث. الورم دايما حتى يقول عليه الورم الخبيث، مش ورم خبيث لانه بيموت، ولا ورم خبيث لانه بس بيأثر على صحه الانسان بسرعه، ولانه شديد الخطوره، لان التصرفات فيها خبث من ضمنها هذه الحاله. بالنسبه لطلبه الطب او للدكاتره، دي حاله اسمها بارا مالجنانت سندروم. دي بارا مالجنانت سندروم، هذه الحاله واقع بنشوفه في حياتنا. الخبث والاورام الخبيثه كتير في الوقت الحالي بيتجلى لينا تصرفات يعني خبيثه جدا، انها بتطلع سموم بطريقه غير مباشره، وانها بتضرب بطريقه غير مباشره. سبحان الله، النهارده في الصندوق الاسود اللي احنا بنفتحه لهذا الورم، في الصندوق الاسود اللي بتاعه حياتنا، بيطلع ناس تفسر مواقف كثيره جدا جدا من تصرفات الاورام الخبيثه، ولا اخبث ولا اكثر خبثا مما يكون الان. بس ده دور الدكتور الشاطر، واحنا عندنا الدكتور الشاطر هو الاستاذ عبد الرحيم علي، يعني دكتور شاطر جدا، بيعرف يشخص كويس قوي هذه الاورام. فهمتوا اكيد انا قصدي ايه. بعد الفاصل حوار مع قمتين من قمم الطب، ما تروحوش في اي حته ثانيه، خليكم معانا.